كتستمعوا لهذه الوقفه السلميه لمدامه في مدينه الدار البيضاء. مواطنات ومواطنين جاوبوا وليداتهم باش يعبروا على الرفض ديالهم لهذا الجواز ديال التلقيح اللي هو جواز اللي غادي يحد انيا ومستقبلا من الحريات ديالهم، وما كيحترم لا دستور لا قوانين، واللي غادي يزيد من المحنه ديالهم. هما اليوم كيعانيو من الرفع ديال الاسعار ومن البطاله ومن الفقر، واليوم كنشوفوا بانه هذا الاجراء يعني خطير على مستقبل الفئات الواسعه من هذا الوطن، وكتضرب الحريه ديالهم في الاختيار والحريه ديالهم في الشغل والحريه ديالهم في المدرسه، هادشي كله غير مقبول. انا مع الناس ماشي ضد التلقيح، انا مع الناس اللي بغى يلقح الله يسهل عليه. انا ما باغاش نلقح جسد ديالي، ربي خلقني بالمناعه ديالي ما يحيدوش ليا هما. ما بغيتش نلقح، ما بغيتش نلقح وليداتي. بنتي كتبقى في التاسعه ما بقاش نمشي للمدرسه على قبل التلقيح. علاش الظلم؟ علاش؟ علاش اخ النوش دخلتي سخون؟ علاش دخلتي سخون؟ اللي ما داروش الاولين درتيه انت علاش؟ حرام وحشومه. بارك علينا الغلا، بارك علينا التكرفيس، بارك علينا هادشي كله. حتى الصحه؟ لا حتى الصحه لا. كنطالبوها بحقنا، مظاهره سلميه ما فيها لا مشاكل لا والو. قوات القمامه شنو باغا؟ باغي هي اللي باغا دير لنا المشاكل. مساله حريه ذاتيه، البارح حريه ذاتيه. انا لحمي هذا بغيت ندق ندق، ما بغيتش ندق ما ندقاش. الا مرت انا كتحمل مسؤوليه راسي. لا جيت تفرض علي الدوله شي حاجه انا ما مقتنعش بها، والدستور كيقولها ماشي اجباريه، وسيدنا توا قالها ماشي اجباريه. الجواز جات الجواز ولات اجباري. عشان نقول لك اللهم نادى لا منكر. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.